الآن ظروف منع هذه القائمة اللي نشرتها وزارة التجارة لتتمثل في 5 عناصر أساسية هي ليست فقط وزارة التجارة بل هذا بالتعاون مع القطاعات الوزارية الأخرى. إذا الأمور تحسنت الأمور عادية ستلغى. نحن نشجع التصدير ولسنا عائقين للتصدير. منع تصدير هذه المنتوجات لاعتبارات. الآن كيف تحب نصدروا الثوم والمواطن الجزائري ما يلقاش الثوم، وبالتالي اليوم مخزنين الثوم باش يصدروه ونقولوا لهم يخرجوه المواطن يستهلكوا. كيف تحبي نشجعوا تصدير الكمامات ونحن في امس الحاجه اليها؟ وبالتالي هذا المنع كان لاسباب معينه مؤقت. كمامات هي المعقم سائل غسول الاخر والمواد المدعمه فقط.